الجرائم اللي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وما زالت بترتكبها كشفت عن ازدواجية فاضحة في تطبيق معايير حقوق الإنسان من جانب الحكومات الغربية. في المقابل هنلاقي عدد من المنظمات الحقوقية كان لها دور كبير جدا في الضغط الشعبي على الغرب لوقف إطلاق النار ومنع جرائم الإبادة اللي بنشوفها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن دور الملف الحقوقي في زيادة الضغط الشعبي على الغرب وتحليل الموقف السياسي الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة مع ضيفنا منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، مبسوط أن معاكم النهاردة، والحقيقة تغطية مميزة جدا للحرب على غزة من برنامج صباح الخير يا مصر. نشكر حضرتك. شكرا جزيلا. طيب في البداية يعني رؤية حضرتك مدى الضغط الشعبي على الدول الغربية وحكومات الدول الغربية يعني من خلال حتى الدور الإعلامي والمشاهد اللي بنتابعها طول الوقت. هي خلينا نقول إنه الإعلام وحقوق الإنسان هي أحد أهم القوى الناعمة عشان نوصل للضغط الشعبي ده. كان في حالة صعود وهبوط في الفترة الأخيرة فيما يخص جرائم الحرب التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني. النقطة الأولى إنه الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة جهزت لأدواتها لإعطاء غطاء سياسي وحقوقي لإسرائيل. على المستوى الإعلامي إسرائيل قامت بفبركة بعض التقارير سلمتها للإدارة الأمريكية اللي كانت موجودة في وسائل الإعلام الأمريكية عشان يعمل نوع من أنواع التخدير للمواطن ويوصل له فكرة أن دي من حقه أنه يرد ومن حقه أنه يحافظ على نفسه. طيب على المستوى السياسي اللي حصل، على المستوى السياسي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أدواتها السياسية في المحافل الدولية، وهنا بنتكلم على مجلس الأمن، ويعني عطلت وقف إطلاق النار وقرار سياسي كنوع من أنواع الدعم. يعني كده احنا عندنا دعم عسكري، دعم سياسي، ودعم إعلامي. على المستوى الحقوقي اشتغلت بفكرة مختلفة، صدرت المنظمات الدولية التي لها صبغة سياسية، وهنا انا بتكلم تحديدا على هيومن رايتس واتش وأمنيستي العفو الدولية. في بداية الضربة او بعد اول يوم خرج هيومن رايتس واتش بتقرير قالت ان من حق اسرائيل ان هي تدافع عن نفسها ضد هجمه ارهابيه، ووصف المقاومه ان هي جماعه ارهابيه. ولكن مع ارتفاع وتيره الحرب وارتفاع اعداد الضحايا من المدنيين بدا يتغير هذا الاتجاه. وهنا في جزئيه تحديدا مستشفى المعمداني لما اتضربت المستشفى بدات هذه المنظمات يبقى في موقف صعب جدا، فاتسحبت من المشهد تماما الحقوقي وبدات توارت عن الانظار لان هي ما كانتش هتقدر تهاجم الجانب الاسرائيلي بدون موافقه الولايات المتحده الامريكيه، ودي منظمات كبيره جدا. الولايات المتحده الامريكيه بدات تستخدم اتجاه اخر في ملف حقوق الانسان هو سياسه الترهيب، بمعنى ان كل مسؤول اممي او دولي يهاجم اسرائيل فيما يخص ملف حقوق الانسان سوف يتم مهاجمته. واحنا شفنا انطونيو جوتريس الامين العام عندما تحدث حتى بلغه متحفظه جدا وقال انه هناك على اسرائيل ان تتوقف والمدنيين وضحايا الحرب. خرج جلعاد اردان اللي هو ممثل اسرائيل في الامم المتحده في مجلس الامن وقال حاجه خطيره جدا، اتهمه بمعاداه الساميه وقال له ان انت يجب ان تقدم استقالتك. وهذا الرجل تحديدا لو كان هو اخر دوره ليه، لو كان ليه في مستقبل سياسي كان اتقضى عليه تماما والموضوع خلاص انتهى الموضوع. اتهم مجلس الامن انه فقد بصلته ايضا. بالظبط. خليني اقول لحضرتك كمان انه انا كان وجهه نظري طالما دي كانت اخر دوره على المستوى الشخصي كان لازم يكون تصرفه احسن من كده. طيب ده عمل ايه؟ ده عمل تاخر شديد جدا في تحرك القرار الحقوقي الدولي. احنا عندنا المفاوض السامي فولكن تورك، هذا الرجل معني بشكل كبير جدا باوضاع حقوق الانسان في كل دول العالم والدول الاعضاء 193، انه يجي لزياره لرفح ويزور مصر والاردن وزير الخارجيه بعد 25 من الضربه، 25 يوم، ده قرار متاخر جدا ولكنه حدث بشكل متاخر. في 16 في هذا الشهر طلب ان هو يجتمع بمنظمات المجتمع المدني ليقدم احاطه غير رسميه للدول الاعضاء ومنظمات، واتكلم وقال يمكن ما كانش متحفظ قوي لانه تغير الموقف، فقال انه ما يحدث في غزه هي جرائم حرب، وعلى الجانب الاسرائيلي ان هو يتوقف عن هذا الامر، ولكن حاول ان هو يوازن الامور. فقال حاجه خطيره جدا، قال انه في 1200 قتلوا في اسرائيل، وواضح انه بيتم استخدام المدنيين كخسائر جانبيه. هل هنا من المعقول ان يتم المقارنه ب 1200 بأكبر مجزرة بتحصل في التاريخ؟ يعني خلينا نقول إن في هذا الأمر تحديدا قدرنا إن احنا نوصل إن منظمات المجتمع المدني دورها في منتهى الخطورة ولها صبغة سياسية، يعني بتحاول بشكل من آخر إن هي تمرر وجهة نظر سياسية، ودائما يعني مثلا ملف حقوق الإنسان في مصر دائما ما تهاجم الدولة المصرية. وهدي حضرتك هنا مثلا
خرجت تقارير من حوالي 4 أو 5 أيام بتتكلم على فكره انه على الدوله المصريه ان تسمح للفلسطينيين بالخروج من قطاع غزه الى الاراضي المصريه، وسمت ده دي حاله نزوع. هذا تهجير قسري ومحاوله لتصفيه القضيه بشكل او باخر. في 2018 نفس المنظمه هيومن رايتس ووتش قدمت تقرير عن اعاده توطين المواطنين في شمال سيناء، وقالوا هنا ان ده تهجير قاسي. الدوله المصريه كان لان الامن القومي المصري كان على المحك، فاستخدمت هذه الاليه وعوضت الناس اللي كان ليه بيت واللي كان ليه ارض بشكل او باخر حسب القيمه السوقيه. يعني هنا استخدام الالفاظ، يعني هنا تسمي ده نزوح واعاده توطين ما يحدث في وليس تهجير قسري. وعندما حاولت الدوله المصريه ان هي تعمل اعاده توطين، هي دي مشكله المنظمات الحقوقيه التي لها وجهه نظر وصبغه سياسيه. وكان في الحقيقه كمان يعني دعوه خبيثه كده، يعني وجهه نظر سياسيه بتتحط في تقرير حقوقي وتقول ان الدوله المصريه هي التي ظلمت قطاع غزه، هي التي حبست الفلسطينيين في قطاع غزه، برضو كنوع من انواع محاوله التاثير على الراي العام الدولي وتصوير الدوله المصريه ان هي دوله لا تحترم حقوق الانسان، وان هي بشكل او باخر هي السبب او جزء مهم جدا ورئيسي في هذه المشكله. طيب اذا كان ده موقف هذه المنظمات الدوليه التي تعنى بحقوق الانسان، وزي ما حضرتك قلت ما كانتش تقدر تهاجم، هي انسحبت من المشهد ما كانش الا بموافقه من الولايات المتحده، يعني بتطلع وتخرج يعني الا بظهور وباذن من الولايات المتحده عشان الامريكيه عشان تعطي رسائل سياسيه معينه. طيب ده موقفهم من رؤساء وقاده الدول، موقفهم ايه هذه المنظمات من شعوب هذه الدول؟ خليني اقول لحضرتك للاسف الشديد المنظمات دي لها شعبيه كبيره جدا لانه بتؤثر في صنع القرار الحقوقي. احنا بنتكلم على اكبر منظمتين، منظمه اوروبيه والاخرى امريكيه، على المستوى الشعبي لا تاثيرهم كبير جدا لان هم عندهم القدره والادوات وبيستخدموا زي ما قلنا الوسيله الاعلاميه او القوه الناعمه الاخرى اللي هو الاعلام. في بدايه الامر كان التاثير قوي جدا وقدروا ان هم يمرروا هذه الفكره ان اسرائيل دوله مظلومه وانه يجب ان يكون حق للرد وكل هذه الامور. لكن مع يعني دخولنا للاسبوع الثالث او الرابع بدات تنسحب هذه المنظمات، وبدات منظمات الحقوقيه داخل فلسطين والمنظمات المحترمه مع التقارير الاعلاميه تبدا ان هي تظهر، لان حجم الفظائع كان كبير جدا والجرائم كان كبير جدا، فبطبيعه الحال كان لازم هيظهر بشكل او باخر. وهنا انا بادي التحيه مهمه جدا للمنظمات الفلسطينيه الحقيقه اللي اشتغلت بشكل كويس جدا في ظل امكانيات صعبه ووضع امني صعب، قدروا ان هم يخرجوا بالتقارير دي. بدات هذه المنظمات زي ما قلنا تنسحب، وبدات المنظمات الاخرى تضع ضغط شعبي مهم جدا على الحكومات. وخلينا ناخد مشهد مهم جدا هو فرنسا. فرنسا من الدول دائمه العضويه، فرنسا من الدول المؤسسه اهم 6 دول في الاتحاد الاوروبي. في بدايه الامر فرنسا الحقيقه اخذت قرار سياسي انه ضد وقف اطلاق النار وبالتبعيه مع الولايات المتحده الامريكيه، لكن بعدها حصل حاله من الضغط الشعبي الكبير جدا مع ارتفاع وتيره الهجمه، و10 سفراء من وزاره الخارجيه الفرنسيه تقدموا بشكوى الى قصر الاليزي بيتهموا فيه الاداره السياسيه بان هي يعني بتشارك بشكل او باخر في اعمال الاباده. وكان في حاله غضب، تحول هذا الغضب الحكومي ايضا الى غضب شعبي. احنا شفنا انه في البدايه حاولوا ان هم يمنعوا المظاهرات، وكان في اعتقال لعدد من حوالي 35 او 25، بس بعد كده ما قدرش ان هو يسيطر على الضغط الشعبي وبدا ان يكون في عدد مظاهرات، وهو يتخوف بشكل كبير جدا، فبدا انه يحصل نوع من انواع فك الارتباط مع الولايات المتحده الامريكيه. يعني بالبلدي كده كل واحد هيبدا يشوف مصالحه، لانه هيبدا ان هو يتاذى بشكل كبير جدا على المستوى الداخلي. في 2018 كان عنده عدد كبير جدا من المظاهرات اللي هو السترات الصفراء نزل 300,000، وعنده جاليه مثلا 7 مليون، طيب لو نزل منهم 1 مليون عربي اعتقد ان هو يكون في مشكله كبيره جدا، كمان يخشى من اعمال العنف كمان. بالظبط. وخليني اقول لحضرتك على ذكر اعمال العنف، انا اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي سوف يدفع كثير جدا من امنه واستقراره الداخلي والخارجي، وايضا تراجع الدور كبير جدا للولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي في المنطقه، وده الحقيقه هيدينا فكره مهمه جدا. هناك في صعود روسي مهم جدا النهارده، روسيا بتستفاد بشكل كبير جدا من هذا المشهد. طبعا نقدر نقول الموقف الروسي هو موقف مش قوي، كنا نتمنى ان يكون في موقف اكبر من كده، ولكن هو بالنسبه له هي مكايده سياسيه لا يستطيع، ملوش مصالح في هذا الجزء، ولكنه هيستفاد لتحسين مصالحه السياسيه والاقتصاديه في المنطقه، وده حصل بشكل كبير جدا. وهنا لازم اكد على دور الاداره السياسيه، الدوله المصريه الحقيقه اعادت التوازن الاقليمي سواء على المستوى الامني والمستوى السياسي. الدوله المصريه قدرت الحقيقه ان هي تعيد احياء العلاقات الروسيه مره اخرى، والحقيقه علاقات مهمه جدا عشان تعمل نوع من انواع التوازن. اذا كانت الدوله المصريه مش هتعمل هذا التوازن يبقى احنا عندنا مشكله كبيره جدا في المنطقه على المستوى التوازن السياسي الاقليمي. واعتقد ان الدوله المصريه سوف تستفيد بشكل او باخر من هذا
الملف ان هي بتسعى ان يكون هناك في حل شامل بشكل او باخر وليس فقط فكره وقف اطلاق النار في الفتره اللي جايه، واعتقد انه في الفتره الجايه هيكون في تغير مهم جدا. طيب يعني في موقف امريكي في موقف غربي. الموقف الغربي ابتدى يتراجع بشكل كبير جدا عن دعمه للكيان الاسرائيلي ودعمه واضح، يمكن الموقف الامريكي ترى يتقدم وترى يتراجع وترى يدعم، يعني موقف غريب جدا وعليه علامات استفهام، لكن الموقف الغربي تحديدا بعد تصريحات رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبعد كده ما تلاتها بقى من تصريحات كندا وما الى ذلك، خرج بقى من القياده الاسرائيليه حديث عن انه اصلا الدول الغربيه والاتحاد الاوروبي اصلا على خلاف مع اسرائيل ويكرهون اسرائيل، يعني تباين في المواقف، وفجأة بنشوف تصريحات غريبة بتخرج، يعني شايف الموقف ده ازاي ومدى قدرة اصلا الدول الغربية على التأثير؟ الولايات المتحدة الأمريكية الموقف السياسي واضح، ولكن هي بتحاول من وقت ان هي تعمل نوع من انواع التوازن، يعني ادعم اسرائيل. هو مش توازن، هو في يعني ما يحدث اللي بنشوفه هو مش توازن، هقول لحضرتك اقصد ايه، يعني ادعم يعني اسرائيل على المستوى العسكري داخل الغرف المغلقة، لكن في الاعلام لتهدئه الراي العام في امريكا ان انا اقول لا، انه الحقيقه يجب تجنيب المدنيين يعني مثلا ديفيد ساترفيلد ده المبعوث الانساني الامريكي للمنطقه قال ان احنا ضد فكره التهجير الداخلي والخارجي وعلى اسرائيل ان تتوقف بشكل او باخر، بس مش هو ده الموقف المعلن. لكن النهارده الحوار السياسي والحوار الاعلامي يختلف، يعني انا ادعم اسرائيل بشكل كبير جدا لكن اتغير. الاتحاد الاوروبي هناك فيه تبعيه للولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة، ودي عملت مشكلة كبيرة جدا، وزي ما قلنا انه اسرائيل دائما دولة بتعرف ان هي تبكي، بتعرف ان هي بشكل او باخر تحسسك ان هي الدولة المظلومة، فهو بيعمل ايه دلوقتي؟ يتجه الى وسائل الاعلام ليضع مرة اخرى ضغط على السياسة الادارة السياسية في دول الاتحاد الاوروبي، انتوا بتقولوا كده فانا هطلع نفس القصة حتى تعود مرة اخرى وتدعمني بشكل او باخر. لكن في الاساس الدعم الاوروبي لم ينتهي، هو موجود في دعم عسكري في دعم سياسي، لكن مجرد ان يكون في تصريحات بشكل او باخر ده بالنسبه لهم بيبقى ناقوس خطر ان هو يحطه تحت ضغط شعبي ايضا بفكره الدوله المظلومه، الدوله اللي تعاني من الارهاب، وعلى المجتمع الدولي ان هو يعني يتصدى لفكره العمليات الارهابيه اللي بتحصل ضدها بشكل او باخر. طيب الغرب من حين لآخر بيستخدم هذه الورقة، ورقة الضغط اللي هي الخاصة بالحقوق، حقوق الإنسان، الغرب ببرلماناته بحكوماته بمنظماته الأممية الموجودة في هذه الدول دائما بيستخدموا هذه الورقة ضدنا إحنا كعرب. هل في هذا التوقيت بدأت تفهم الشعوب العربية بأن هذه ورقة ضغط سياسية ليس أكثر من ذلك، تستخدمها هذه الشعوب الغربية وحكامها في وقت وتتنازل عنها في وقت اخر؟ خليني اقول لحضرتك ان المشهد ده اصلا متكرر ولكن هو غير مسبوق. اكيد النهارده مش الدول العربيه على مستوى الاقليم على المستوى الدولي سقط ملف حقوق الانسان. النهارده لا احد يستطيع، يعني المجلس الدولي والمفوضيه الساميه لا تستطيع ان تحاسب اي دوله في اي تجاوزات وانتهاكات، لان اسرائيل رفعت سقف الانتهاكات بشكل والتجاوزات بشكل عالي جدا. فاحنا هنا بنتكلم على النهارده بعد الحدث ده بالذات، هل تستطيع ان انت تدين دوله بشكل او باخر؟ غير مقبول بالمره. هل الشعوب يعني في مثلا ناس يقول لك هو في حاجه اسمها حقوق انسان؟ ليه؟ لانه ما يحدث في غزه غير مسبوق. طب النهارده لو في حقوق الانسان كان تدان اسرائيل بشكل او باخر. احنا بنحتفل بالاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 1948 ولكن حقوق الانسان غائبه تماما، احنا في احتفال في الامم المتحده وحقوق الانسان غائبه تماما عن قطاع غزه. الصوره الذهنيه للشارع والمواطن العربي لا، بيتحدث بشكل او باخر انه ما فيش فكره حقوق انسان، ولكن احنا كمتخصصين بنقول احنا دورنا موجود. فكره الرصد والتوثيق هامه جدا، يعني انا ما اقدرش ان انا النهارده اتخلى عن الملف لمجرد ان القرار السياسي معطل او القرار الحقوقي معطل، لازم هكمل، لان الرصد والتوثيق ده شيء تاريخي وشيء مهم جدا، واعتقد ان ممكن المقامات السياسيه تتغير بشكل او باخر. ممكن يكون في صعود للغرب، في عندك اكتر من 120 ل 130 دوله عضو في الجمعيه العامه تقدر ان هي تتحرك بشكل كبير جدا، المجموعه العربيه لو اتحركت، الدور الاقليمي، اعتقد ان هذه التقارير ممكن ان هي تطلع بشكل او باخر. طيب يعني الحقيقه انه كل الاحاديث يعني دارت حول انه بعد توقف هذه الحرب ان شاء الله يكون قريبا، يعني هيكون في تغير كامل للمشهد السياسي، ان كان المشهد السياسي الاقليمي او الغربي او حتى يعني فكره القوة نفسها هتتغير. شايف انه المشهد هيكون عامل ازاي؟ ايه التغيرات الابرز اللي هيشهدها او هتشهدها السياسه، مش هنتكلم حتى في الاقليميه لكن العالميه بشكل عام؟ ده سؤال مهم جدا.
على المستوى الإقليمي أعتقد زي ما قلنا أنه في صعود مهم جدا لروسيا في المنطقة، ويكون لها دور كبير جدا فيما يحدث، وهيكون في يعني توازن كبير جدا الدولة العربية وخاصة الدولة المصرية أن تحرص أن يكون هذا التوازن موجود، لأن هو بشكل كبير أضر بشكل كبير جدا بالأمن القومي للمنطقة والأمن القومي المصري أيضا. فأعتقد أن روسيا وظهورها في المشهد هيكون كبير، هيكون في تعاون عسكري اقتصادي أمني على مستوى عالي. من وجهة نظري على المستوى الدولي ومستوى الأمم المتحدة ممكن وارد جدا أن يكون هناك في تحرك ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن يكون هناك في بعض القرارات أو في ضغط سياسي دولي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلل شوية من فكرة الدعم الإسرائيلي المطلق. يعني النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتعتمد في فكرتها على حماية مصالحها في المنطقة بفكرة واحدة بس، هي أمن إسرائيل، على عكس الجانب الروسي. الجانب الروسي بيحتفظ بعلاقات جيدة مع الدول العربية. زي ما قلت لحضرتك وجهة نظري الولايات المتحدة الأمريكية خاسر كبير يليه الاتحاد الأوروبي في سياساتهم، هتنعكس عليهم بشكل كبير جدا على المستوى الداخلي والمستوى الشعبي. لكن أعتقد أنه في من 120 ل 140 دولة ممكن تتحرك داخل مجلس الأمن والجمعية العامة في الفترة القادمة. طيب زي ما حضرتك ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي خاسر من هذا الموقف، في موقف كده عايزين حضرتك تشرحه لنا اكتر، موقف الولايات المتحده الامريكيه من التعامل مع ايران اثناء حكم ترامب واثناء حكم بايدن. ترامب كان عنيف جدا وهو يتحدث مع ايران، ولهجته كانت عنيفه بصرف النظر عن منشات تخصيب اليورانيوم، كان يتحدث عن ملف الحقوقي وحقوق الانسان ويدعم التظاهرات التي خرجت في ايران على النقيض تماما. بايدن يتعامل مع ايران وهناك حاله من الانفتاح في العلاقات مع سؤال مهم جدا. احنا بنعاني من كارثه حقوقيه، بمعنى الادارات الامريكيه عندها اختلافات خطيرة جدا فيما يخص ملف حقوق الإنسان. وهنقول مثلا على سبيل المثال في مصر وقت دونالد ترامب كانت الأمور مع مصر بتمشي بشكل كويس جدا، لما مسك الديمقراطيين وبايدن مسك تحول 360 درجة، وهي دي مشكلة الكيل بالمكيالين، وإنه في تباين في المواقف الحقوقية والمواقف السياسية بتؤدي بشكل أو بآخر إن يحصل مشكلة في هذا الملف. التحول الخطير والجذري في السياسة، يعني النهاردة دولة بتهاجم في ملف حقوق الإنسان فجأة تيجي إدارة تانية تتجنب هذا الأمر، وده طبعا أفقد ملف حقوق الإنسان مصداقيته بشكل كبير جدا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن ناصر رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، شكرا جزيلا يا فندم.